نقيب العيد سمية. تقوم المرأة الدركية بمختلف مهام السلاح الدرك الوطني في جو يسوده الانضباط الاحترام المتبادل دون تفرقة بينها وبين زميلها الرجل، والدليل أنني أقود الدراجة النارية بكل أريحية. هذا الفضل يعود للدرك الوطني الذي أتاح لي هذه الفرصة بمساعدة مدربين دركيين أكفاء. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس، أقدم تهاني خالصة لكل امرأة دركية عسكرية ومدنية، متمنية لهن دوام الصحة النجاح والرقي للأفضل.